النهاردة هنتكلم عن ملاحظات في تحديد أقطار مواسير التغذية بمية الشرب. أول حاجة، تغذية مية الشرب الكميات اللي ماشية فيها بتكون بالفيكتشر يونت، والفيكتشر يونت ديت اوريدي البرنامج بيحولها إلى قيم بفلوريت. الكلام دوت بنشوفه فين؟ لو رحنا كده للسيستم ورحنا للبلامينج سيت اب ورحنا للكالكوليشن بتاعت الفلو، فالإيه يقول لي ان الكونفيرت فليكسبل فيكتشر يونت تو فلو فور بلامينج فيكتشرز which is applicable to domestic water system flow calculation. طيب البلامينج فيكتشر فلو ديت بيحولها من فيكتشر يونت الى فلو ازاي؟ فقال لك ان هو بيحولها تحت المواصفات اللي بتحددها الكود العالمي للاعمال الصحيه. بيقول لك علشان طبعا انك تحول، احنا عرفنا في المحاضره اللي فاتت ان التحويل دوت بيعتمد انت القواعد بتاعتك، هل هي فلاش تانك ولا فلاش فالف. فطبعا في عندك فلاش فالف بيبقى التحويل الفيكتشر يونت كميات اكبر من الفلوريت، انما لو فلاش تانك يبقى التحويل من الفيكتشر يونت كميات اقل من الفلوريت. طيب الكلام دوت اقدر اني اظبطه من فين؟ قال لك the flow conversion method is specified in the piping system's type property for domestic hot water cold water system classification. يبقى اذا انا بحدده من خلال الخصائص بتاعت السيستم. طيب نعرف خصائص السيستم ديت من فين؟ انت اولا عشان تحدد السيستم اساسا ممكن تحدده باكتر من وسيله. الوسيله الاولانيه ان انت تيجي على ماسوره من مواسير التغذيه، ما تضغطش عليها، بس ان انت تعمل لها هايلايتنج لما تجيب المؤشر عليها، وبعدين عن طريق الزرار تاب تضغط اكتر من مره لغايه لما تلاقي في عندك اللي هو البوكس المنقط دوت بيظهر لك. لما بتعمل كليك عليه زي ما انا عامل دلوقتي بيفضل موجود. طيب البروبرتي دي بقى ديت هعملها من فين؟ اولا انا ضغطت على السيستم بتاع الدوميستيك كولد ووتر، ادخل بقى على الايديت تايب دوت واجي هنا يقول لي الفلو كونفرجن ميثود، هل هو هيبقى فلاش تانك ولا هيبقى فلاش فالف. فزي ما احنا شايفين ان عندي القاعده اللي عندي هي فيها فلاش تانك فاخليه فلاش تانك. نفس الكلام اقدر اعمله مره اخرى عن طريق تحديد السيستم بتاع الهوت ووتر، ممكن برضو نعمله بطريقه تانية. الطريقه التانية ديت ان انا اظهر السيستم براوزر، اي على فيو وعلى اليوزر انترفيس، اقول له والله انا عايزك تظهر لي السيستم براوزر. فالسيستم براوزر هنا ظهر لي عندي، في طبعا سيستم بتاع البايبنج هدخل عليه، هتلاقي في عندك الايه الكولد الدوميستيك هوت ووتر دوت، ادخل عليه واحدد السيستم الدوميستيك هوت ووتر زي ما انتم شايفين كده، هو اتحدد لما انا ضغطت على الدوميستيك هوت ووتر. ادخل برضو على الايديت تايب هلاقي برضو عندي اللي الفلو كونفرجن ميثود هيبقى بشكل اساسي هل هو فلاش تانك ولا فلاش فالف، فاحنا شغالين فلاش تانك، واقول له ابلاي. اوكي كده عندي الكونفرجن من الفيكتشر يونت. برضو هفكركم الفيكتشر يونت ديت بتيجي من فين. لما اخد اي فيكتشر من الاجهزه الصحيه وادخل على ايديت تايب، فلاقي ان انا في عندي الويست فيكتشر يونت فيها مثلا بتاع الدش بيساوي 2، الهوت بيساوي 1، الكولد بيساوي 1، واوريدي برنامج ريفيت لما بوصل البايب بي زي ما انا هنا موصل الكولد بايب بالدش، فلو دوست عليه
هيحوله لي. الواحد ده هيبقى مقداره كام؟ بدخل هنا على البايب تايب بروبرتي، هلاقي ان الفلو عندي اللي هو الوان فيكتشر يونت هيتحول ل 19% لتر بير سكند. كويس. طيب تعالوا بقى احنا ازاي ان احنا نحدد مقاس المواسير. لو انا برضو جيت عايز ان اختار المواسير، فهاجي هعمل مش هدوس على البايب، انما بس هخلي المؤشر يبقى موجود عليه، وادوس تاب مره اتنين وبعدين اعمل كليك، فكده هو لملي كل المواسير بتاعت المية الساقعة. هاجي اقول والله احنا طبعا احنا شغالين اول اثناء اللاي اوت، نقول والله احنا شغالين بمواسير نص بوصه. طيب ده اللي احنا كنا شغالين بيه، عايزين بقى نعمل له سايزنج. فاول حاجه هدخل على اول ماسوره، الماسوره دي اوكي، هلاقي ان الماسوره ديت ماشي فيها 71% لتر بير سكند، ولما تبقى عندك نص بوصه زي ما احنا شايفين هنا اللي هي النص بوصه ديت، هلاقي ان الفلوستي فيها تقريبا 8 متر بير سكند، والبريشر دروب 4850، كتير قوي. لا فديت انا مش هخليها 15، هخليها مثلا ال 20 اللي هي 3 ارباع. هبص كده هلاقي الفلوستي 3.4 من عشرة، وطبعا الفريكشن قل برضو كتير، 3.4 من عشرة، احنا بنصمم على 2.5 او 1.25. في حاجة قلت طب لو انا خليتها 1 بوصة، هلاقي ان الفلو بقى تقريبا 1.75 متر بير سكند، ودي برضو كمية صغيرة والفريكشن لوس بتاعها صغير. فهنا انا هختار ان انا ابتدي بيها انها تبقى 20 مليمتر. لا في ال 20 مليمتر ان الفلوستي بتاعتي 3.44%، والفريكشن حوالي 4750، قول 3.5 و4750. طيب انا بقى القيم ديت اللي هي زي ما قلنا 3.5 و4750 هعمل بيها الداكت سايز. احنا بنقول احنا المفروض البايب سايزنج، سوري، احنا بنقول المفروض ان يبقى الفلوستي بتاعتي 2.5، وانا كان في الماسوره 3 ارباع، كان 3.5، فهاجي يعني في نقطه في النص اقول هصممها على 3 متر بير سكند، ويبقى البريشر لوس بتاعي 4000 باسكال لكل متر. وخلي بالك انت مش هتشتغل على الفلوستي بس، انت هتشتغل على الفلوستي او الفريكشن، لان هو بيديك 3 اختيارات، لإما تبقى فيلوستي بس، وديت هتطلع لك سايزات كبيرة. طب تعالوا نجرب كده لو هو الكلام بالشكل ده هيبقى العملية عاملة ازاي. هتلاقي طبعا البايب الرئيسي بقى 1 بوصة، لما نعمل هايلايت على البايب كله بتاع الكولد، واجي برضه اقول له البايب سايزنج واخليه على 3، اوكي. هنيجي بقى نشوف هنا حاجة، هلاقي الماسورة ديت اللي هي ماشي فيها فلو بيساوي 63 مليمتر بير سكند، أصبحت هي كمان 1 بوصة، والبايب دوت اللي رايح عشان يغذي الحوض هلاقيه إن هو 0.5 بوصة. طيب تعالوا نعمل بقى السايز مرة تانية، هنعمله إن إحنا نختار كل البايب بتاع الكولد ونيجي نقول له داكت بايب سايزنج، بس اخليه على الاور واقول له اوكي. هنلاقي بقى هنا حصل فيه شوية تغييرات اصبحت اقرب شوية من الواقع. اولا الماسورة اللي داخلة 1 بوصة معلهاش انتقاد كبير، التفريعات ديت بقت 3/4 بوصة ريزنبل، عندي اللي رايح للدش 0.5 بوصة ريزنبل، رايح للحوض 0.5 بوصة ريزنبل، رايح للفلاش تانك برضو 3/4 بوصة ريزنبل. تعالوا برضو انا عايز افكركم بحاجة، الماسورة ديت كان ظهر فيها مشكلة، لما اقول له
اوكي اعمل لي السايزنج بيطلع لي